جناب السيد وصل لنا سؤال جدا مهم من الأخوة الأبطال في ساحات القتال، من الأخوة الأخوة المقاتلين من القوات الحشد الشعبي. الأخ أبو صقر يسأل جنابكم، يقول هل من الممكن أنه نصلي في بيوت؟ هذه البيوت هي المحررة وعوائلها ما موجودة، فشلون راح تكون هنا بحكم صلاتنا؟ فلي بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض على المقاتلين أن يصلون في أماكن ليس فيها شك. طبعا دخولهم هم لهذه الأماكن بغية التحرير من ظلم داعش وأعوان داعش وغيرهم، تمام؟ لكن حتى يخلي صلاته صافية 100% ليس فيها شك، المفروض يتحرى المكان الذي يصلي فيه. المفروض أنه يصلي في مكان 100% ليس فيه شائبة. أحسنتم، أحسنت، بارك الله بك.